في أساس حاجات أساسية بتقوم عليها الأسرة، لا يمكن الاستغناء عنها، لا يمكن. أي علاقة ما بين زوجين ده المفترض، ده الأساس بتاعه. ست حاجات احفظوا معايا بقى كده وركزوا معايا، وأنا اتعمدت إن هو يبقى فيه كتابة. ليه؟ عشان تبقى خلية الكتابة محفورة جوه الدماغ. ست حاجات أساسية ركزوا معايا كده فيها، سمي بسم الله. ستة، إيه هم الستة دول؟ اسمعوا معايا. مودة، أهو رقم واحد. رحمة، رقم اتنين. سكن، رقم تلاتة. ده بصوا بقى اسمعوا، شوف رقم أربعة. فضل، الله، هنتكلم على الفضل النهاردة. الفضل النهاردة له يعني معانا بصوا باع طويل. بصوا رقم خمسة وستة، بصوا خمسة وستة دولت معروف، الله، كأنه مصروف. حريم بقى بيكتب على المصروف وكلمة معروف. وآخر حاجة الإحسان. الحاجات دي اللي ذكرت في القرآن في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما ينفعش بيت من غير الستة دول، مودة ورحمة، وقلنا الرحمة ممتدة والرحمة أشمل وأعم. سكن، لأن لتسكنوا إليها، ده أصل الزواج، مش عشان نخلف، مش عشان، لا، سكن. فضل، ها، ولا تنسوا الفضل بينكم أبدا، يبقى المعاملة ما بيني وما بين زوجي فيها فضل. معروف، ده متواصل، ده متواصل، ده متواصل، ده متواصل. الفضل متواصل ولا غير متواصل، دي نقطة الخلاف دلوقتي، عشان في ناس عمالة تضحك الكلام ده، واحنا عاملين الحلقة دي مخصوص عشان نرد عليهم. المعروف متواصل. الإحسان له مرحلة بيبقى في الذروة كده، لما أجي أعمل رسم بياني كده ده يجي الإحسان. ها الإحسان إيه؟ تسريح بإحسان، والمعاملة بإحسان. أعلى الدرجات لو حصل استغفر الله فرقة، أعلى درجة الإحسان والكيرف بتاعه عالي كده، وبعد كده يبقى ثابت وماشي على طول الخط. مع مين؟ مع السكن والمودة والرحمة والمعروف والفضل. لكن الإحسان الله عز وجل طلبه مننا في ساعة التفريق، خلاص ما حصلش نصيب، يبقى أنا أمشي على الأمر ده اللي أنا بشرحه ده. وتعمدت انه انا ممكن اقول، بس لما اقول خلاف لما تشوفوا بعينيكم، خدوا دي سكرينه او المقطع ده عدوه تاني. دول ست حاجات اساس منظومه الزواج، كل واحده منهم لها مرحله. ساعات تصل قمه الهرم زي ما قلت لكم في الاحسان، وبيفضل كيرف عالي وثابت طول مده الزواج، الموده والسكن والرحمه.